أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفا الكريم القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أهلا بك. أهلا. وردتنا أيضا رسائل كثيرة، منها هذه الرسالة من الأخ ماجد يقول فيها: الأعزاء في قناة الحياة، تحية طيبة وسلاما عطرا أبعثها إليكم متمنيا أن تكون جميع أخباركم وأحوالكم بخير وعلى ما يرام، وأن يسدد الله جميع خطواتكم ويبارك أعمالكم. لقد شاهدت الحلقة الماضية من برنامجكم ولقد أعجبت جدا بالأسلوب المبسط والواضح ومدى الحب في تفسيرها، لقد حقا جعلني أفكر كثيرا، ولهذا لي رجاء لديكم أن ترسلوا لي بمزيد من الإيضاح إذا أمكن ذلك، وكذلك بعض الكتب المبسطة مثل شرح لأبونا، لأنه حقا يمتلك أسلوب يفتح القلب مباشرة مما يجعله يدخل إلى العقل لكي يوضح هذه الصورة لنا جميعا. أمين أمين. مع خالص إعزازي وتقديري. شكرا يا أخ ماجد. ربنا يبارك وزيد. نكمل حديثنا عن إن كان السؤال هو أن يلاحظ أن والد محمد كان يدعى عبد الله، فهل كان اسم الله معروفا قبل محمد في الجزيرة العربية؟ بالتأكيد. لما بنرجع إلى دائرة المعارف الإسلامية جزء 4 وصفحة 133 بتقول كده: كان من أهل مكة في الجاهلية من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن هؤلاء عبد المطلب، زيد ابن عمرو، قس ابن ساعدة، اليهود والنصارى والصابئين. وفي نفس الدائرة جزء 21 وصفحة 6664 يقول: وكان الحنفاء أيضا موحدين بالله. نعم. إذن الجزيرة العربية كان فيها الحنفاء اللي منهم عبد المطلب وزيد بن عمرو، وبعدين فيها المسيحيين منهم قس بن ساعدة ورقة بن نوفل، وفيهم اليهود وفيهم الصابئين. يعني كل ده كانوا موحدين بالله. نعم. وعارفين الله. ذكرت الحنفاء وذكرتها في الحلقات السابقة، من هم الحنفاء؟ هل لك أن تطلعنا المزيد للمشاهدين الذين لم يسمعوا عن الحنفاء؟ طبعا بكل سرور. تفضل. القرآن ذكر في سورة البقرة آية 135 بيقول: ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فإذن الحنفاء هم الذين اتبعوا ملة إبراهيم. ملة إبراهيم. نعم. فدول الحنفاء وغير مشركين، موحدين بالله ويعرفون الله. موحدين بالله. أيوة. ما هي مبادئهم؟ هل لك أن تلخص لنا مبادئهم؟ بالتأكيد. كانوا يؤمنون بالله الواحد، زي ما جه في القصيدة بتاعت زيد ابن عمرو، وكتبها ونقلها ابن هشام في السيرة النبوية الجزء الأول صفحة 219 اللي قال فيها إيه: أربا واحدا أم ألف رب أدينوا إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، ولكني أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. والقصيدة طويلة أوي أوي. نعم. أوي. كلمات رائعة جميلة. يعني ذلك أنهم كانوا موحدين بالله. موحدين بالتأكيد. كانوا موحدين بالله حتى قبل مجيء الإسلام. حتى قبل مجيء الإسلام وقبل مجيء محمد بالتأكيد. نعم. بل أنا أستطيع أن أنا أقول حاجة غريبة أو مذكورة في السيرة النبوية بتاعت الصراحة كده، ويعني اتذكرت وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية، بيقول فيها إيه: قبل وحي محمد قدمت سفرة. نعم. مائدة في بلدة بلدح، فأبى زيد بن عمرو أن يأكل منها قائلا: إني لست آكل مما ذبح للأوثان، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله
عليه. لطيف. لحد هنا وإيه؟ وجميل. نعم. يقول لك إيه في السيرة بقى النبوية؟ ويكمل ابن هشام القصة ويقول: بينما أكل منها رسول الله. غريب. ويذكر ابن هشام أيضا أن السهيلي قد علق على ذلك متسائلا: كيف وفق الله زيدا إلى ترك أكل ما ذبح على النصب الذي لم يذكر اسم الله عليه، وكان رسول الله أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية. يعني حتى في الوقت اللي فيه غريب محمد أكل من ذبائح الأوثان، زيد بن عمرو لأنه كان حنفي امتنع. فإذا كان معروف الله وبقال لك لا، الذبيحة اللي ما تقالش عليها اسم الله ما كنتش منها، إذا كان بيعرف الله ومتمسكين به. أمية بن أبي الصلت، ذكرت سابقا أنه كان حنيفيا، فهل لا تذكر شيء عنه؟ بالتأكيد. احنا بنذكر ده كله علشان خاطر اعتقد ان احنا نركز قوي على ان الجزيرة العربية كان فيها ناس بيعرفوا الله، يعرفون الله ويوحدون قبل الإسلام، قبل الإسلام وموحدين بالله قبل الإسلام، قبل الإسلام. ولذلك أمية ابن أبي الصلت يقول إيه: كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زور. يعني دي بالضبط اللي اتخذ منها محمد، أخذ منها أن الدين عند الله الحنيفية. ولما جه عثمان بن عفان حط المصحف بتاعه وحرق بقية المصاحف، فمرضاش يحط كلمة الحنيفية، حط بقى كلمة إيه؟ الإسلام. الإسلام بدل الحنيفية. بدل الحنيفية. ونحن فهمنا الآن أن الحنيفيين أيوة. كانوا مؤمنين بالله وموحدين بالله قبل الإسلام. قبل الإسلام. ذكرت أنت أيضا أن اليهود والنصارى والصابئة كانوا يؤمنون بالله الواحد أيضا قبل الإسلام. تمام. هل تشير بعض الضوء على هذا الأمر؟ والدليل أيضا على كده القاطع في سورة البقرة آية 62 يقولك: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى دول مين؟ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. إذن اليهود والنصارى ليسوا كفرة. ليسوا كفر. ماذا والنصارى والصابئين. نعم والنصارى والصابئين. لكن في الوقت الحاضر نحن نتكلم عن الأديان الأخرى، وهي المسيحيين، المسيحية واليهودية. هم ليسوا بكفار، بل هم موحدين بالله أيضا. ذكرت أوكي. أنا عندي سؤال أيضا عن أهل قريش، هل أهل قريش كانوا موحدين بالله أيضا أم كانوا مشركين؟ أيوة دي حتة مهمة، لأن نعم. كل الفئات اللي في الجزيرة العربية زي ما شفنا دلوقتي، الحنفاء، نعم. الصابئين، اليهود، النصارى، موحدين بالله. نعم. يبقى فضل أهل قريش، هل كانوا موحدين بالله؟ هذا هو السؤال. ولا مش موحدين بالله؟ الحقيقة بالنسبة للأخ المشاهد والمشاهدين المسلمين، أنا هقول كلام جايز يصدمهم. يعمل صدمة. نعم. لكن دي الحقائق اللي لازم الإنسان يصل إليها من خلال الدراسة. شو عزيزي؟ القرشيون كانوا يعرفون الله ويوحدونه. هل لك أي أدلة على هذا الكلام؟ أدلة كتير، وحناقش حتة طب أمال إزاي كانوا بيعبدوا الأصنام وبيشركوا بيها. لكن في الأول أوضح وأعمل كده فوكس على حتة إن هم موحدين بالله. تفضل. أولا في التلبية بتاعتهم. نعم. قبل الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. هذا ما يقال في الحج. بيقال في الحج، واحنا قلنا مع الحج كله مناسك وثنية. وفي صلح الحديبية اللي عمله محمد مع أهل قريش، فكان علي بن أبي طالب كاتب في أول الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيم. فوفد قريش ما وافقش، قالهم لا سوري ما نقبلش البداية بتاعتكم دي. لماذا؟ ليه؟ قال احنا عندنا بدايتنا، ما هم كانوا بيكلموا من مركز القوة. فقالوا تكتب الدباجة بتاعتنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. كلام. وخضع محمد
قال علي بن أبي طالب اكتبها. وكلمات جميلة. إذن التلبية فيها لا شريك لك. نعم. توحيد. الكلام ده بيصدم الناس لأن دين الإسلام يقال إن هو جاي عشان يعمل التوحيد. وإحنا شايفين إنها كلها مهمنة بالتوحيد. نعم. تاني حاجة في قريش التكبير اللي هو التكبير اللي موجود في الإسلام كان موجود من قبل في السيرة الحلبية الجزء الأول. بيقول لك لما قبل فداء عبد الله أبو محمد من عبد المطلب، لما عبد المطلب ندر إن هو لو جاله 10 ولاد هيقدم واحد منهم للآلهة الله ذبيحة. فلما جاله 10 ولاد وعمل قرعة فطلعت على عبد الله، فأهل قريش قالوا له لا لا يمكن تذبحه، إحنا نفديه. فراحوا للعرافة نفديه إزاي؟ فقالت بتفدوا بإيه؟ قال 10 من الإبل. فألقت القرعة 10 من الإبل من الإبل يذبحوا إبل 10 ولا 100 ما هو أقول لحضرتك يعني يقدموا 10، فقدموا 10 فطلعت القرعة على عبد الله. قال أذبح كمان 10 بقوا 20 تطلع القرعة على عبد الله، 30 40 لحد 100. فلما وصلت القرعة في 100 على الإبل كبرت قريش الله أكبر وقبل فداء عبد المطلب عن ابنه عبد الله أبو محمد. إذا كانوا بيعرفوا الله الأكبر وكانوا يسمون أبنائهم أيضا بتسميات الله عبد الله زي أبو محمد نفسه كان اسمه عبد الله، لأن عبد المطلب كان بيعرف الله لأنه كان من الحنفاء اللي بيعبدوا الله. هل هذا الكلام مذكور في أي مرجع؟ في ابن هشام الجزء الأول صفحة 119 جزء في ابن هشام. ابن هشام الجزء الأول صفحة 119 شكرا. وجاء أيضا في ابن هشام الجزء الأول صفحة 36 رجل اسمه قيس ابن عبد الله من بني جعدة ابن كعب مسمين عبد الله، وابن هوزان ده الرجل الوثني ده لكن كان اسمه عبد الله ليه لا في الجاهلية قريش. وبرضو في ابن هشام الجزء الأول صفحة 95 يقول لك كان واحد اسمه دوس ابن عتسان ابن عبد الله ابن زهران ابن كعب إلى آخره. إذا من هذا الكلام نستوضح أن الله كان معروف في الجزيرة العربية حتى عند القرشيين، وبيقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، واللي خدها محمد وحطها في الحج هي بذاتها لم يغير فيها شيء. لكن القرآن قال أن القرشيين كانوا مشركون. نشوف الحتة ديت، لأن ده فعلا الاستدراك اللي أنا قلته من الأول أن احنا محتاج إلى توضيح اللبس. تفضل. كان القرشيون الوثنيون دول يؤمنون بالله الواحد الذي لا شريك له كما مر بنا، غير أنهم اتخذوا شفعاء مع الله مثل اللات والعزة ومنات، استخدموها كشفيع يشفعوا لهم عند الله الواحد اللي هو الله الأكبر. الله الأكبر الواحد. طبعا ما يفوتناش ان النبي محمد لما تمنى ان اهل قريش يبقوا متابعه فجاله الشيطان وألقى في على لسانه لما قال أرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى اللي هي الشفعاء بتوعها، قالك تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. إذن كانت لهم شفاعة، يعني كان دورهم هو الشفاعة، وعشان كده كل قريش سجدت وراه وتبعته. وبعدين جه بالليل لقى الدنيا دربكت والصحابة قالوا له عملت إيه ورجعتنا للجاهلية؟ فقال له لا ده الشيطان نطق على لساني، جبريل جالي وقال للشيطان هو اللي نطق على لسانك. الشيطان ينطق على لسان نبي ازاي؟ دي انا مش عارفها. يعني امال كان فين حافظ الذكر وفين الحمايه وان الانسان لا يمس الشيطان الا اذا كان تولاه او اتكل عليه. هذا كلام جريء جدا. نرجع الى حقيقة. وحدانية الله. فإذا التوحيد كان موجود، والجماعة القرشيين كانوا
بيؤمنوا بالله الواحد بس بياخدوا ليه شفعاء. فحقيقة بالضبط يعني اللي كانت موجودة في هذا الوقت، والمفروض أنها كل واحد دارس بيكتشف هذه الحقيقة. حقيقة هو أن محمد كما ذكرت لم يستحدث عبادة الله أو التوحيد، ولكن القرشيين أشركوا الأرباب واستخدموا شفعاء، واليهود والنصارى أيضا حادوا عن التوحيد، فكان لابد من بعث رسول ينادي بالتوحيد، وهذه هي رسالة محمد. فما هو رأيكم؟ حلو فكرة برضو جميلة أن يبقى محمد جاء علشان خاطر يشوف المشركين دولت ويرد اليهود والنصارى. لكن إيه رأي حضرتك؟ المسيحيون الحقيقيون لم يحيدوا عن التوحيد على الإطلاق. نؤمن بإله واحد، صلتنا نؤمن بالله الواحد في أكثر من موقع، واليهود أيضا ما فيش حاجة عندهم لحد النهاردة، ما همش مشركين بالله. دي ناحية. كان في بدع بقى في المسيحية، هراطقة اللي هم اتخذوا بدع والمسيحية شجبتهم وحرمتهم واتكلمت على بدعهم، فما يتخذش ده على المسيحية. نعم. لأن المسيحية قالت كلمتها. أما المسيحية الحقيقية فلم تضل لحد النهاردة. احنا بنؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له، وأقدر أقولها بالفم المليان، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن المسيح كلمة الله وروحه. بنؤمن بالله الواحد. نعم. على الملأ يعني، واخد بال حضرتك؟ طيب والحنفاء؟ ما الحنفاء لم يضلوا، ونفس يعني لما أوحي إلى النبي محمد زي ما بيقول في سورة النحل، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ده أمر ربنا ليه بحسب ما هو بيقول. طيب لما اتبع إبراهيم حنيفا ليه عمل دين جديد؟ أتقول أنه قد دعي ليتبع دين إبراهيم، مش دي الأمر؟ نعم. قال له كده، بص سورة النحل آية 23، يا أحبائي يا مشاهدين حكموا عقلكم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. والجلالين، تفسير الجلالين اللي هو ده بوكت كومنتري، بيقول ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة أي دين إبراهيم حنيفة. طب ليه محمد يعمل دين جديد؟ ده سؤال يعني، أنا بسأل ومستني إجابات. يقولوا لي لا مش كده، أنت بتسأل غلط. قال له اتبع دين إبراهيم حنيفة بس مثلا اتنسخت. أخبر حضرتك العملية عايزة تتظبط، وفي عقل بيفكر ولازم يتدبر. القرآن بيقول له اتبع دين إبراهيم حنيفة وهو يروح يعمل دين جديد. طب ثم هل نجح محمد في رسالته؟ هفترض انه جاي يعمل توحيد، نجح. ما المسيحية باقية بعد 14 قرن على ما هي عليه، واليهودية باقية عليه بعد 14 قرن كما هي عليه. طب نجح في ايه؟ حتى في البلاد اللي دخلها واعمل السيف فيها واستعمرها برضو المسيحية باقية واليهودية باقية ولم تتغير. محتاجين للنبي تاني بقى يجي واحد ونعمل ايه؟ مشكلة. إذن ما هي نصيحتك الأخيرة للمسلمين؟ أشكرك لأجل هذا السؤال ده بمنتهى الصراحة كده. أحبائي المسلمين المشاهدين، بنعمة ربنا اطلب النعمة واطلب الهداية واطلب البركة. وأنصحك أنك أنت تعمل حاجة مهمة قوي، أنك أنت تعمل جدول زي ده. جدول زي ده. نعم. اكتب خانة كده وجه المقارنة، وبعدين اكتب اليهودية الإسلام المسيحية، وأوجه المقارنة التوحيد بالله، موجود في اليهودية موجود في الإسلام موجود في المسيحية، العبادة
عبادة ربنا. نعم. شكلها إيه في اليهودية في الإسلام في المسيحية؟ التعاليم في اليهودية في الإسلام في المسيحية الغاية العظمى في اليهودية في الإسلام في المسيحية. وبعد ما تكتبهم قصاد بعض فكر، فأقرأ الكتب ودور وابحث، فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، فتش ودور وشوف. أنا أدي لك شوية حاجات تساعدك، يا ريت كده تكون واضحة لل كده. طيب نمسك مثلا أول حاجة اللي هي إيه بقى؟ التوحيد بالله. التوحيد بالله، ماذا تقول اليهودية عن التوحيد بالله؟ نعم. التوحيد بتوحد بالله. تقول لي لا، ده موجود في القرآن إن اليهود قالوا عزير ابن الله، مش كده؟ نعم. صدقني يا عزيز الفاضل، عندما قرأت هذا الأمر من كم سنة مسكت الكتاب المقدس وقعدت أدرسه بتاع اليهود التوراة والزبور والأنبياء، إن ألاقي كلمة عزير مفيش. فهذه جبت الفهرس زي القرآن مثلا، ليه الفهرس المفهرس المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. نعم. إحنا عندنا كده برضو قاموس الكتاب المقدس أو فهرس الكتاب المقدس، إن ألاقي حاجة اسمها عزير وخدوه ابن لله اطلاقا. ننتقل الى الاسلام. الاسلام بيوحد بالله صح؟ نعم. لكن اسف، اشركوا محمد مع الله، بدليل انك لما تبقى مؤمن لا يكفي انك تقول ايه اشهد ان لا اله الا الله، يقول لك ها يا عم ما انا مؤمن بالله اشهد لا اله الا الله. غلط، يقول لك اه غلط، ليه مش كامله؟ طب تكمل ازاي؟ وان مين رسول الله؟ لا، ما تكملش الا بمين ده. ماذا عن المسيحيه؟ المسيحيه تؤمن انتم تعبدون ثلاث آلهة. بالضبط، ده الاتهام الموجه الينا. نعم، ده كلام سليم، لكن احنا بنقول ان الثلاث اقانيم دول هم معناهم صفات الله الذاتيه، الوجود بنسميه اب، العلم والعقل بنسميه ابن، الروح القدس حياة الله بنسميه حياة الله، موجود عاقل حي، دي أمور ذاتية موجودة احنا بنديهم اسم. أب لأنه أصل الوجود، العقل، ابن لأن بنات الفكر اللي بيعلن العقل، وبعدين الحياة الروح. فموحدين بالله، أشهد أن لا إله إلا الله صح؟ نعم. ماذا عن العبادة؟ العبادة بالنسبة لليهودية عندهم فرائض، العبادة فرائض فريضة وتؤدى عشان ياخد عليها أجر، ربنا هيديله أجر عليها، وعندهم ذبائح حيوانية. نعم. كذلك الإسلام عنده العبادة فريضة ويؤدي تؤدى لأجر، هياخد عليها أجر، وبرضه بيقدمه ذبائح في عيد الضحية. أما المسيحية العبادة فيها وسيلة نعمة، يعني بصلي عشان أخذ نعمة من الصلاة، بقرأ الكتاب المقدس مش عشان أخذ عليه أجر، لا أخذ نعمة، إزاي أعيشه، إزاي أتمتع بربنا، أتمتع بحبه، الصوم ذبيحة حب مش كده. كل ما فيها حب. ماذا عن التعليم؟ التعليم، تعليم اليهودية عين بعين وسن بسن، تعدد الزوجات والسراري، الحرب ولكنها للدفاع، مساواة الأنبياء والناس في الامتيازات، يعني كلهم واحد متساوين. أما في الإسلام أيضا عين بعين وسن بسن زي اليهودية تمام، وتعدد الزوجات زي اليهودية تمام، والسراري زي اليهودية تمام، والحرب زي اليهودية تمام، بس الحرب لنشر الدين والاستعمار. امتياز محمد أعلى من امتيازات الناس. المسيحية، المسيحية تسامح، قداسة الزواج ووحدانيته، السلام والمحبة، المسيح بذل نفسه من أجل الناس، ما عندناش امتيازات. الغاية العظمى للثلاث أديان، الغاية العظمى لليهودية دولة أرضية، دولة إسرائيل، وجنة أرضية مسيانية لما تتحقق لهم الوعود بتاع مسيا اللي منتظرينه. الإسلام زيها دولة أرضية، الأمة الإسلامية، وجنة الحوريات والخمر في الآخرة. أما المسيحية
لا وجود لدولة أو سلطة أرضية في تعاليم المسيح على الإطلاق، ثم ملكوت السماوات في حياة الروح بلا أكل ولا شرب ولا زواج. فالإسلام أنا بشوفه ما حطيتهم أنا جنب بعض عشان ما فيش فرق بين الاثنين. فالإسلام ذو صبغة يهودية مع فارق كبير، أن الدين اليهودي فيه عشرات الأنبياء، الإسلام نبي واحد، أما الإسلام فمحمد هو النبي الأوحد. ده الفرق بين الاثنين. فأنا عايز الأخ المشاهد يفكر في هذه الأمور ويتدبر الأمر ويشوف إذا كان إسلام هو يهودي يبقى يهودي، بس عنده ده النبي محمد، دوك كان عنده النبي موسى. لدينا سؤال أخير جاء من أحد المشاهدين، يقول: بعدما عرفت المسيح مخلصي أخشى أن أعلن إيماني، لأنه كما تعرف في بلاد لا تعرف حرية الرأي والعقيدة، ولي أنا أعيش في بلاد لا تعرف حرية الرأي والعقيدة، ولي أصدقاء ممن اختبروا عمل المسيح في حياتهم يقبعون خلف الأسوار، ومنهم من لم نعرف عنهم شيئا اختفوا. قل لي ماذا أفعل؟ هل لابد أن أشهد وأعلن عملا بقول المسيح؟ من ينكرني قدام الناس أنكره في السماء أم ماذا؟ باختصار الموضوع بتاع حكمة. المسيح نفسه لما كان لبعض الناس يقول له اذهب خبر، وبعض الناس تانيين يقول له اذهب إلى بيتك وما تقولش لحد. ليه؟ لأن في ظروف، في ملابسات، فمحتاج الحكمة. فإذا كان هناك من حكمة أن تشهد اشهد. حكمة أنك أنت تدخل بيتك وتسكت خلاص. شكرا أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة يسعدني أن أشارك بعض الآيات التي قالها السيد المسيح: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبدل نفسه عن الخراف، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. إن كنت آمنت بالمسيح فلن يخطفك أحد من يده، لأنه هو المخلص. شكرا وإلى اللقاء. آمين.